بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم أحبتي الدرس الثاني من تحويل الصيغ إلى برنامج الآي كلون، مستخدمين برنامج سينما 4D. أول عمل أعزائي نقوم به هو تحميل الشخصية التي نريد أن نعمل عليها في برنامج سينما 4D وتحويلها إلى 3D Exchange. نختار شخصية هوك من هنا وهي بصيغة OBG. ها هي الشخصية كما ترون أعزائي. هنا من هذا المكان نحمل شخصية داونلود والصيغة OBG كما نشاهد. نضغط على داونلود ونقوم بتحميل الملف. نحفظ الملف في ملفاتنا لاستيراده فيما بعد في برنامج 3D Exchange. هذا هو برنامج سينما 4D أعزائي. الآن نذهب إلى فايل Open، هنا الملف الذي قمنا بتحميله من الموقع هوك بصيغة OBG. صيغة OBG الآن تخرج لنا هذه النافذة. أوكي، هذا هو أو هذه هي الشخصية. طبعا الشخصية جامدة لا تحتوي على أي تقسيم أو ترقيم. ماش هنا من Display نختار هذا الخيار. لا يوجد أي ماتيريال أو لا يوجد أي تلوين للشخصية. هنا نضغط على هذا المربع الصغير لتقسيم الشاشة. ما يهمنا هو الفرونت سايد اللي هو الواجهة الأمامية. نضغط هنا على المربع من Display، نضغط على Gouraud Shading. هذه هي الشخصية أمامنا. الآن نريد أن نجعل الشخصية بألوانها الطبيعية. هنا نضغط ضغطتين هنا ثم نضغط هنا. نضغط هنا. هذه هي هذا هو الماتيريال الخاص بالشعر الديفولت الرئيسي. وننتظر قليلا. نضغط هنا لتلوين الشخصية كاملة من هنا. نضغط هنا أيضا. هنا Body Default. الجسم. وسأنتقل إلى الشخصية. لدينا الآن الشخصية بألوانها كاملة. الآن هذه الشخصية جامدة لا يوجد بها أي
عظام لتحريكها، نبدأ في وضع العظام للشخصية من كاركتر، نختار هذا الخيار Joint Tall، نشاهد السهم، لبناء العظام من الضروري أعزائي الضغط على من الكيبورد على Control أو CTRL، نضغط ثم ننقر نقرة واحدة لتحديد مكان بدء العظام، ونبدأ في تشكيل العظام. هاي هي عظمة وهذه عظمة أخرى، هنا عظمة الرقبة نفترض استدارة الرقبة، وهنا الرأس. الآن أصبحت لدينا هذه العظام جاهزة لبناء العظام الأخرى. بدلا من أن نقوم ببناء العظام لكل يد على حدة، نقوم هنا بإزالة علامة الصح من هنا والذهاب إلى سيمتري، وهنا نختار خيار درو. الآن نحدد بالنقر على هذه النقطة حيث سنبدأ من هنا لعمل اليدين، نضغط على كنترول ونبدأ كما تشاهدون هنا عظمة عظمتان وعظمة الكف، أصبح لدينا ثلاثة عظام. هنا نحدد هذه النقطة بالنقر عليها طبعا دون الضغط على كنترول. الآن نضغط على كنترول ونضغط هنا ثم الأولى للفخذ، ثانية وهنا للقدم. الآن انتهينا أعزائي من بناء العظام للشخصية كاملة، يبقى لدينا أن نقوم بدمج العظام مع الشخصية، لأن العظام الآن إذا قمنا بتحريكها فستتحرك العظام وحدها منفصلة عن الشخصية، وإذا حركنا الشخصية فلن تتحرك الشخصية لأن العظام لا زالت غير مدمجة بالشخصية. أولا نقوم بتحديد من هنا روت، نضغط كليك يمين على روت، نذهب إلى Select Children، Select Children، نلاحظ أن العظام قد تم تحديدها. علينا أن نحدد الشخصية الآن دون أن أو مع ترك العظام محددة حتى تكون الشخصية والعظام يعني كلا الحالتين محددات سواء الشخصية أو العظام، فنضغط على كنترول ونحدد الشخصية. الآن تشاهدون الوضع بشكل عام، ثم نذهب من هنا إلى كاركتر الخيار الأول، ونذهب إلى بنت. الآن تم دمج الشخصية مع العظام، أو تم دمج العظام مع الشخصية كما تشاهدون، وبتحريك أي منهما إذا حركنا العظام فستقوم أو سيتم تحريك الشخصية. من هنا لاحظ اليد تتحرك، ثم نذهب إلى
export ها هي، ونختار صيغة fbx الموجودة هنا fbx، نضغط على fbx هذا المكان الذي سنحفظ به الشخصية، نستطيع تسميته هنا مثلا فوق 001 ونحفظ العمل. تخرج لنا هذه النافذة هنا، وخلال الاستعمال لأول مرة تجد علامة صح هنا، قم بإزالتها. أنيميشن يجب أن تكون فارغة لا يوجد عليها حرف الصح، وباقي المربعات تترك كما هي، ثم نضغط على أوكي. الآن تم حفظ العمل بصيغة FBX، وسنتوجه إلى برنامج الإكسشينج لنحول الشخصية إلى الآيكلود. الآن أعزائي بقي أن نستورد الملف الذي حفظناه من سينما 4D إلى برنامج 3D Exchange. من هنا نقوم الذهاب إلى الملف، ها هو هوك FBX أسميناه 001 Open. نقوم الآن باستيراد العمل. تم استيراد العمل ولكن بالشكل الذي ترونه غير واضح. نقوم من هنا، في هذه الأثناء نشاهد أن كل الأمور هنا مفعلة، تحويل وكل شيء. هنا نضغط ضغطة واحدة لتظهر لنا هذه الإعدادات للقيام، هذا الرأس، هنا نحول اللون إلى اللون الأسود، لون الشعر، ثم نذهب إلى الماتيريال الموجود في الملف. هذا هو ملف فوك الذي استوردناه أو الذي قمنا بتحميله من الموقع، ونرى هنا هوك بودي ديفولت. هنا نقوم بتصغير الملف، هذا هو هوك بودي ديفولت، نقوم بسحبه على الشخصية. نقوم بتفتيح الألوان قليلا، كما ترون أعزائي أستطيع التحكم بشكل مرضي لك. الآن نضغط هنا على هذه الأداة لنرى حجم الشخصية بالنسبة للبرنامج، نرى أن الشخصية صغيرة جدا بالنسبة للبرنامج. هنا
يجب أن تكون الشخصية في حجم الشخصيات الموجودة في الآي كلون. وهنا هذه العلامة التي ترونها تريك أن الشخصية حجمها أصغر أو أكبر أو متساوي. نقوم بتكبير الشخصية بحيث تكون ملائمة. نضغط هنا right node ثم هنا ونقوم شيئا فشيئا نقوم بتكبير الشخصية بحيث تصبح بنفس مستوى نفس هذا المستوى. نعم، نضغط على هذه مرة أخرى لتختفي هذه الأداة. الآن نذهب إلى موديفي، هنا موديفي وكاركتر لنطبق عليها كما شرحت لكم في درس سابق كيفية تحويل الشخصيات من 3D Exchange إلى الآيكلون. وهنا Convert to Non-Standard، لا نختار الأولى نختار الثانية بالضغط عليها. يظهر لنا هنا العظام موجودة، وما يقابلها من عظام هنا في هذا الهيكل. بالترتيب نبدأ بالضغط من هنا، ومن هنا هنا احيانا اعزائي نقوم باستيراد شخصية من المواقع تكون بحجم كبير جدا يصعب وضوح العظام فيها، فنلاقي صعوبة في تحديد في هيكلة او في تحديد العظام من الهيكل الموجود أمامنا إلى الشخصية. ومن المفضل أن نختار من المواقع الشخصيات المناسبة حجما. هنا الرأس، هنا نذهب إلى الأرجل، من هنا هنا نرى أن العلامة أصبحت خضراء هنا. نحاول من أكتف من هنا أن نطبق الحركات على الشخصية لنرى هل هي مطبقة تماما أم لا. نختار هنا حركة ومن بريفيو نشاهد أن الشخصية تقوم بتطبيق الحركة. نذهب إلى Convert هنا بعد أن نفتح برنامج آيكلون لسهولة نقل الشخصية مع الحركة للبرنامج. ونكمل نضغط على Convert بعد أن أتمم هذه العملية، ثم نذهب إلى Apply to آيكلون، أي أن باستطاعتك أن تحوله إلى برنامج الآيكلون. الآن نرى أن الشخصية انتقلت على الفور
هنا ها هي الشخصية أعزائي، ها هي تستطيع تطبيق أي حركة عليها. نلاحظ، افتح على أنيميشن أو اضغط على أنيميشن. لاحظ عزيزي، لاحظ عزيزي أنك تستطيع تطبيق أي حركة على الشخصية، سحب الحركة فتقوم الشخصية بتطبيقها كما تريد. إذا حولنا هذا الجسم الجامد، لاحظ إذا أردت أن تطبق عليه حركات الشخصيات الأخرى هنا، كما نشاهد، تستطيع من هنا أن تجعل اليدان مفتوحتان باستخدام هذه الخاصية. لاحظ، تستطيع الآن التحكم بالشخصية كما تريد، أو تستطيع في الأكتر بعد أن نضيف الشخصية، هذه هي الأكتر كوستا، هنا الكاركترز، قبل أن تضيف الشخصية تذهب إلى بيرسونا، مجرد أن تضغط ضغطتين هنا، فقط ضغطتين على هذه الأداة. هنا بالضغط على يمين الماوس تجد أن الحركات هنا نفس حركات الشخصية قد أصبحت هنا موجودة في الشخصية. تستطيع كما ذكرت مباعدة اليدان عن طريق في موشن التعديل على الشخصية. هنا نحدد الشخصية نقوم بتحديد الشخصية هنا وبالضغط على علامة الزائد هنا نستطيع إضافة الشخصية إلى ملفاتنا فتصبح الشخصية موجودة في البرنامج وفي الملفات. الآن تستطيع تسميتها مثلا الرجل الأخضر، ها هي الشخصية موجودة لدينا هنا. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائي، نلقاكم في درس قادم إن شاء الله. حتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.